تعالى كده اعرفك ازاي تقدر تفتح منصة VOO3 من جوجل. اول حاجة بتنزل تطبيق اسمه سيفن برو، وبعد كده بتظهر عندك المفتاح اللي فوق ده وبتفتح عندك جوجل كروم، وبتكتب بس منصة اسمها فولو، هي نفس المنصة بتاعت جيماي بالظبط، بس كل عليك بس بتضغط عليها وبعد كده بتنزل تحت بتروح عندك على جوجل لابس، طبعا ده خاصة بالذكاء الاصطناعي، بتضغط عليها ضغطة كده أول ما يجي يفتح لك الصفحة اللي قدامك، أو بياخد معاك وقت شوية علشان تقدر تفتح الصفحة دي من خلال سيفن برو اللي احنا نزلناه. انزل تحت كده شوية وقول له اللي هو كرييت شات، ممكن تبدأ إنشاء شات جديد لحد ما يجي يفتح لك المنصة اللي قدامك دي كده ويحولك على المنصة الخاصة بجيميناي. كل عليك بس تنزل تحت بتضغط عندك على كلمة إضافة مشروع أو إنشاء مشروع، وبعد كده بتضغط عليها تاني اللي هي كلمة إنشاء مشروع اللي هي في نص الشاشة من تحت. من هنا بتنتظر شوية لحد ما يظهرك الخانة اللي موجودة تحت دي بيقول لك هنا تحويل النص إلى فيديو، ومن هنا نبدأ نفعل VEO3. هنا بقى بتروح عندك على مهمة شات جي بي تي وبتقول له اكتب لي اللي هو بروميت بالإنجليزية لراجل سعودي يشاهد التلفاز هو وأسرته وأطفاله ويلعبون ويقول لهم باللهجة العربية السعودية أعطني الريموت مثلا. وهنا بقى بيبدأ يكتب لك شات جي بي تي اللي هو البرومت الخاص بيك انت علشان تقدر تنسخ البرومت ده وبتضيفه عندك على منصة الذكاء الاصطناعي من جيميناي. هنا بتختار عندك تحديد النص وبتحدد النص كله زي ما انت شايف كده اللي هو البرومت بس، وبعد كده هنا بتقول له نسخ وبترجع تاني على منصة فلو، وزي ما انت شايف كده هتحط اللي هو الكلام اللي احنا اخدناه من شات جي بي تي على منصة فلو. طبعا المنصة دي هي نفسها اللي هي جيميناي برو، لكن انت محتاج تفتحها بس من خلال سيفون برو، وبعد كده بتحط هنا البرومت ومن هنا بتضغط عندك على كلمة ارسال وبتنتظر حوالي 30 ثانية لدقيقة علشان يبدأ يعمل انهاء او انشاء للفيديو بالذكاء الاصطناعي. طبعا كل ده بيتم عن طريق التليفون واغلب الشرح موجود على الكمبيوتر، وزي ما انت شايف كده هنا ظهر معايا الفيديوهات اللي هو الراجل السعودي قاعد هو واسرته واطفاله عمالين بيلعبوا حواليه. تقدر كمان تنزل الفيديو باعلى جودة زي ما انت عاوز، فانت لما بتيجي تضغط عندك على تنزيل الفيديو، الفيديو بينزل بجودة 720 بت ومعاك كمان جودة اللي هي 1080 بت. طبعا تقدر تستخدم اي جودة انت عاوزها، وطبعا بيدي كواليتي عالي جدا 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 جدا. طيب دلوقتي احنا محتاجين نعمل برومت زي او حاجه زي كده شبيهه ليها، زي ما انت شايف كده بتقدر تنزل باي جوده انت عاوزها. تقدر دلوقتي تعمل نفس البرومت ده من خلال منصه شات جي بي تي، فانت كل اللي عليك بس كده عايزين نرجع تاني لمنصه شات جي بي تي، وفرضا هنختار مشهد سينمائي لعمليه مطارده، فانا حاول كده انه نرجع تاني لشات جي بي تي واقول له هنا اكتب برومت المشهد السينمائي في مطارده واكشن وتشويق ويكون ليها رسالة هادفة. دلوقتي بيبدأ يعمل معايا البرومت زي ما انت شايف قدامك كده، بقول له هنا نسخ النص وبضغط عندي على اللي هو البرومت ده، بعمل له تحديد بالكامل ومن هنا بقول له نسخ، وبرجع تاني على المنصة بتاعتنا اللي هي فلو وبختار عندي تحت خالص حاجة اسمها Advanced اللي هي المميزات اللي بيقدر يديها لك. هنا عندك حاجة اسمها Fast، وبرضه ممكن يظهر لك حاجة اسمها Quality أو High Quality. طبعا انت بتختار فاست زي ما هي كده، وبتختار حالة الطلب اللي هي فوقها بتخليها رقم واحد بس علشان ما يعملش فيديوهين وبتخسر في الفاضي كوينات. طبعا بتحط هنا البرومت بتاعك وبعد كده بتضغط عندك على كلمة ارسال، ومن هنا بقى بتنتظر حوالي دقيقة لدقيقة ونص علشان يتم الانتهاء من انشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي. طبعا نزل فيديوهات كتير قوي، سواء انت كنت بتتكلم في مثلا فلاح بيتكلم على الذكاء الاصطناعي وعمال يطلع يقول انا مش حقيقي انا ذكاء اصطناعي، ممكن يطلع مثلا شخص يتكلم بشكل واقعي، ممكن بيتكلم مثلا في فيلم، ممكن ناس تعمل فيلم قصير عن طريق الذكاء الاصطناعي وباستخدام المنصة الخاصة بجيميناي من شركة جوجل. طبعا هنا عمال يعد معايا زي ما انت شايف قدامك كده لحد ما يتم انشاء الفيديو بتاعنا. طبعا انت كده مشترك في الخدمة دي لمدة 15 شهر بشكل مجاني، تقدر تستخدمها زي ما انت عاوز براحتك. طبعا وانت قاعد كده وعمال بتتفرج على الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة، وزي ما انت شايف كده دي النتيجة النهائية لانشاء فيديو اكشن ومطاردة وفي اثارة وفي تشويق زي ما انت شايف قدامك كده.
طبعا المنصة جميلة جدا وبتنبهر بقوة الذكاء الاصطناعي، وزي ما احنا عارفين دي كده البدايات في المستقبل، واهلا بيك اصلا في المستقبل. زي ما انت شايف كده طبعا هو ما فيش صوت، لكن لما تيجي تعمل داونلود للفيديو بتلاقي فيه صوت عادي جدا. المنصة جميلة جدا، حاول تشترك في القناة وان شاء الله هنتكلم جديد عن الذكاء الاصطناعي، ومع السلامة.